السلام عليكم. ما أن تم تغيير موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة من حزيران إلى تشرين الأول من هذا العام حتى برزت مبكرا مواجهاتها المريرة. المواجهة الأولى تمثلت بالسخونة ما بين الكتل السياسية اللي بلغت حد النزول للشارع بأشكال وطرق مختلفة، وهي بالنتيجة المواجهة التي ستخوضها حكومة الرئيس الكاظمي في إجراء انتخابات في ظل هذا الجو الملبد. بلغت حوارات هذه المواجهة قناعة ليست بالقليلة أن موعد تشرين هو الآخر لن يتحقق كما حل بموعد حزيران، والمواجهة الثانية تمثلت بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكل ما طرح ضدها، بلغ حد اتهامها بالبطء وعدم الشفافية، فضلا عن ما يتعلق عن ما تعكسه أو ما عكسه قانون المفوضية من الإطاحة بالكوادر المحترفة بالأعمال الفنية والتخصصية للانتخابات. إذن الانتخابات ذاتها مفوضيتها أمام مواجهة كبيرة، فضلا عن كل المواجهات الأخرى اللي هي الاقتصادية والأمنية والصحية. ومن هنا ستأتي أسئلة تغطيتنا لهذا الأسبوع: بماذا ترد المفوضية الانتخابات على كل الملاحظات التي رفعت ضدها؟ وحكومة من غير ظهر سياسي كيف ستتعاطى مع صراع القوى السياسية؟ وفي ظل كل المعطيات المواجهة العراقية، أي صنف من الانتخابات ستجرى إن جرت في تشرين القادم؟ هذه الأسئلة وكل ما يتعلق بها سنطرحها على ضيوفنا هنا في الاستوديو. الأستاذ ستار العتابي هو عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، أهلا مرحبا أستاذ ستار. تحية لك. حياك الله. السيدة جمال الغلاي المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، يا مرحبتين. ومعنا بالصورة والصوت من أربيل الأستاذ محسن الموسوي وهو عضو مفوضية الأسبق، أهلا مرحبا جميعا ضيوفي الكرام. أريد أبلش سياسة ويا أستاذ ستار بما يتعلق بالانتخابات. احنا شفنا بالمرحلة السابقة مجرد تصريحين مختلفين بين زعيمين، قد حجم السخونة اللي ملت الشارع العراقي. ما نتحدث عن تصريح السيد المالكي ورد السيد الصدر، هل جو الساخن اللي احنا بعدنا اسم الله بالطبق، يعني ترى بالبداية بعدنا 8 اشهر حوالي عندنا للانتخابات، تعتقد حكومة مثل حكومة الأستاذ الكاظمي اللي بدأ حزب سياسي بلا ظهر سياسي بلا قوة سياسية برلمانية يمكن أن تتعاطى مع جو ساخن للانتخابات الجاية، يعني بسخونة على الأقل اللي شوية شفنا من عنده في هالأيام؟ تحية لك ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناتكم الوطنة. حقيقة المواجهات اللي تحدث عنها أو دور الحكومة، الحكومة عندما جاءت بتصويت من قبل القوى السياسية المتمثلة بالبرلمان، وكان واجباتها أو الخطوات اللي قدمت بها أنه تجري انتخابات مبكرة من ضمن برنامجها الحكومي. طيب. الآن لحد الآن حقيقة البوادر طيبة، باعتبار الموعد اللي كان مفترض قام به الانتخابات لأسباب فنية تم تأجيله إلى تشرين. القوى السياسية التنافس حقيقة مشروع بين جميع الأحزاب والقوى السياسية، باعتبار لكن أن يكون تنافس انتخابي شريف مهني يتبنى أو يكون أساسه هو البرامج الانتخابية لكل حزب ولكل قاعدة وكل جمهور، كل حزب إلى جمهوره، وممكن أن يقنع جمهوره وكذلك بقية الجماهير الأخرى بالبرنامج الانتخابي اللي راح يتبناه وفق القانون الجديد ووفق المعطيات الجديدة. أسألك بشكل مباشر، الحكومة حقيقة الحكومة قائمة بواجبها لحد الآن، ولا أعتقد تحتاج إلى ما تفرض من ظهر سياسي حتى تقوم بواجبها، وبالتالي هي مصوت عليها رسميا وواجبها هو إجراء انتخابات بالإضافة إلى هي واجب الحكومة. نعم، بس لا هي حكومة بحسب كل واجبات الحكومة بالدستور هي جاي تقوم بها، ما واجبها يعني هي مو سوى انتخابات بس الآن تدير دولة العراقية كلها، تدير دولة، ولكن كان من أولوياتها في برنامجها. طيب. إجراء الانتخابات، إجراء انتخابات مبكرة. وأنا أقول لك الانطباع اللي خلى هالسؤال، الانطباع العام، وصحح لي إذا أنا خطأ، الانطباع العام أن هنالك أطراف الآن بالمشهد السياسي العراقي اللي هي القوة السياسية القوية والتقليدية هذه، وبالإضافة إليها الآن الحكومة لأنها شكل جديد،
كل هاي الأطراف قوية في قبال يعني الحكومة أضعف من كل هاي الأطراف. زين حكومة استنادا إلى وضعها الخاص هي أضعف من الصدريين وأضعف من الفتح وأضعف من يمكن غيرها. أوكي شلون راح تقدر تقوم بواجبها لإجراء انتخابات وفي ظل هذا بظل هذه الحركات هذه القوى القوية؟ احنا ما نريد نعزل الحكومة بجانب والقوى السياسية بجانب حقيقة، لأن هذه الحكومة هي تمثل القوى السياسية، وإن لم ينتمي سيد الكاظم لأحد القوى السياسية الموجودة، ولكن باعتبار تم التصويت على هذه الحكومة أصبحت تمثل هذه القوى السياسية، وبالتالي على القوى السياسية دعم الحكومة في برنامجها. القوى السياسية أيضا هي بحاجة إلى إقامة انتخابات، لا يمكن الذهاب بالعراق إلى فوضى وإلى عدم انتظام وعدم إجراء انتخابات لربما تتولد أمور أخرى خارج السيطرة. لا لا، الكل يريد الانتخابات ولكن بنسب متفاوتة، ولربما البعض يرى أنه الوقت غير مناسب أو بالنسبة له ليس لديه استعدادات، ولكن الكل متفق على إجراء انتخابات بوقت مبكر. سيد جمالة مرحبا بحضرتك. احنا من نحكي عن التحدي السياسي هو مرتبط بكم بشكل مباشر أو غير مباشر، أنتم خماتين غير هالتحدي، عندكم تحدي الملاحظات اللي ترفع عليكم. يمكن استمعتوا إلى جملة كبيرة من هالملاحظات، وملاحظات يعني مو عابرة، ولا اللي يتحدثوا بها همتين شخصيات عابرة. إجمالاً أنتوا كمفوضية كمؤسسة معنية بإجراء هاي العملية المعقدة الحساسة الساخنة، شوفوا نفسكم في ظل احتدام، يعني بعدنا احنا شهر شباط وانتخابات شهر تشرين وهيك احتدام مجرد ممكن تصريح واحد، الملاحظات اللي ترفع عليكم، كل هالمعطيات تشوفون انه هل جو اللي هو يعني البيئة العراقية بإمكانكم انه تجرون انتخابات يعول عليها الشعب العراقي على انها تكون منعطف في تاريخ الانتخابات العراقية؟ نعم، تحية لك ولضيفك الكريم والسلام عليكم. عليكم السلام. مفوضية الانتخابات على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد 10/10/2021، وضعت جدول زمني، توقيتات جدول العملياتي الفني الزمني لإجراء الانتخابات في 10/10. حضرتك تتحدث عن الاحتدام خارج عمل المفوضية، المفوضية ما يخصها هو إجراء فني، هو ترجمة قانون الانتخابات وترجمة قانون الأحزاب وترجمة قانون المفوضية إلى أنظمة وإجراءات تسهل وتسير عمل المفوضية. الاحتدامات الخارجية خارج عمل المفوضية وخارج نطاقها، هي ما عليها أنها هي مستعدة للانتخابات، وضعت جدول عملياتي ومنطلقة بأول مرحلة، مرحلة تحديث سجل الناخبين وغير تسجيل التحالفات وغيرها، فهي على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها. عندما نقول خارج أنا وياك أتفق وياك، بس أنتم قصتكم للتقريب لا أكثر ولا أقل تشبه الطبيب دا يسوي عملية بصالة عمليات، وبالممر مال صالة العمليات أكو عشيرتين دا يتحاربون، مستحيل هذا الطبيب راح يجرى عملية جراحية حساسة وبالباب أكو صراع. هسه ممكن لا، ممكن صراع أصلا يفتح باب الصالة مال العمليات ويفوت جوا. أوكي فمو منطقي يقول لا والله هذول ما بيناتهم وبالشارع يصارعون، إحنا ناس نشتغل. الانتخابات مثل أي عملية حساسة تحتاج إلى جو إيجابي، لا أقول مثالي. بالنهاية هذه المفوضية سابقا كان مفوضيها كلهم من أحزاب، فكواحدهم قوي، يعني ما حد يقدر على عين يقول لك على عينك حاجب، وراء حزب يدعمه، وراء حزب يقوي، وراء حزب يدافع عنه. الآن المفوضين يعني المفترض أنهم من غير الحزبيين، من غير المرشحين الحزبيين، أليس كذلك؟ لا. هذه معطيات تخلينا نضع علامات استفهام، على الأقل نرفع هاجس. لا. بإمكانكم في ظل هالبيئة الملبدة أن تجرون انتخابات الناس كلها تعول عليها. حضرتك تحدثت عن المفوضين السابقين، وأنا أتحدث عن المفوضين الحاليين، القضاة من الصنف الأول. طبعا 7 قضاة من الصنف الأول. أيه؟ واثنان دكتوراه مستشار. ما اسم نعم. قضاة؟ لا أستاذنا. أيه؟ السجل التاريخي لهؤلاء القضاة، سجلهم الوظيفي التاريخي، يجعلهم يقومون بهذه العملية على أتم وجه، لأن هذه إضافة إلى سجلهم التاريخي الوظيفي. إلى أن وصلوا إلى قاضي أول فلديه سجل وتاريخ نظيف ونزيه، فيضيفون هذا السجل
إلى سجلهم أيضا. مفوضية الانتخابات بقضاتها وبمستشاريها على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات ويعملون بكل نزاهة وشفافية لإجراء هذه الانتخابات. حضرتك تحدثت عن الطبيب وعن العشائر. نعم الطبيب يكمل العملية وهناك من هم الأمن من هم يحافظون على هذه العشائر المفروض. يعني مفوضية الانتخابات تعمل وهناك من يصون هذه التحديات الخارجية. يعني فأكيد إذا أنا طبيب يعني أجري العملية ما معقولة أنا أعوف المريض وراح أفك بين العشيرتين يعني فأكيد أكو جهات أمنية هي المفروض تحفظ أمن هذه الجهات والطبيب يكمل ما عليه. فإذا نحن نكمل ما علينا. جميل. أنا راح أناقش وياك بالمرة الجاية ما يتعلق بالملاحظات اللي سجلت عليكم. بس خليني أشوف سيد محسن. سيد محسن مرحبا بحضرتك، ضيفنا من أربيل. بالفعل ينبغي أن نفصل ما بين المشهد السياسي بكل سخونته وهذا وضع طبيعي في كل الدول يحصل، وما بين مفوضية بقانونها الجديد بكوادرها بإدارتها الجديدة بإمكانها أن يعني تنعزل عن كل هذه المواجهات والتحديات وتقوم كما تقول المتحدثة هنا باسمها بترجمة القوانين إلى عمل والأمور تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك الكريمين ولجميع المشاهدين الكرام. بس كون الصوت واضح. صوت واضح، تفضل. نعم، فمفوضية الانتخابات حقيقة هي يعني بقانونها الجديد والمتألف من السادة القضاة وكذلك قانون انتخابات الجديد الذي وضع ملامح جديدة للعملية الانتخابية بصورة عامة في العراق. فهذه الملامح هي حقيقة هو نظام جديد من ناحية نظام الدوائر المتعددة، وحقيقة هذا ألقى بظلاله بمهام جديدة ويعني صعوبة في أداء مفوضية الانتخابات من ناحية يعني أنه الكوادر الفنية المتخصصة في مفوضية الانتخابات تم استبعادهم بموجب قانون مفوضية الانتخابات، وكذلك طبيعة النظام الانتخابي الجديد أيضا عقد المسألة الانتخابية تجاه العملية الانتخابية. فلذلك هذه المهام حقيقة يعني تلاقي صعوبة من قبل مجلس المفوضين، ولكن بالصورة الحقيقية والواقعية أن مجلس المفوضين قد باشر مهامه بالعمل من ناحية الاستعداد لإجراء الانتخابات وكذلك البدء بتنفيذ الجدول العملياتي الزمني من ناحية تحديث عملية تسجيل الناخبين وتحديد الخطط الأمنية اللازمة وكذلك البدء بعملية تسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين وكذلك يعني التنفيذ المباشر لهذه المهام استعدادا لإجراء الانتخابات بالموعد الجديد ألا وهو 10/10 من العام الحالي. جميل. خليني أناقش ما يتعلق بهاي النقطة اللي ذكرتها مع الأستاذ ستار. الأستاذ ستار هواية ملفتة للنظر وهذا دائما يكرروها، أن هذا القانون القانون المفوضية فعل شيء يعني كانت على الأقل الشعار اللي رفع إليه هو أنها جزء من حالة الإصلاح للعملية الانتخابية، فأقصى كوادر خاصة الوسطى في المفوضية اللي هي في العادة كوادر محترفة كوادر دربت خاضت تجارب انتخابية الآن جمالة موجودة يعتبر هذا كذلك يعني تعريض بهذه الكوادر. الكوادر الآن الغير موجودة جميعها على الأقل هذه في المناصب الوسطى غير محترفة غير مدربة لم تخض تجارب سابقة، وهذه واحدة من أهم المشكلات التي يؤشر عليها. تقصد قانون المفوضية؟ قانون المفوضية طبعا. لا حقيقة أكثر موظفي أو العقود في مجلس المفوضية واللي يعملون بشكل مباشر هم مستمرين وكانوا بصفة عقود. كان الموضوع لا مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام وكذول كلهم غيرهم. أحسنت. أي فقط المسؤولين صار بهم تغيير، وأعتقد الوقت كافي منذ التغيير وإلى اليوم أن يتم هضم هذا القانون الجديد والاستعداد لإجراء الانتخابات. تم تغييرهم بأي طريقة؟ الجدد اللي جوي شلون جوي حقيقة لم أطلع على
سيرتهم الذاتية، ولكن أكيد من أصحاب الخبرة والاختصاص بهذا الأمر وباشروا بعملهم على ضوء القانون الجديد. خبرة واختصاص، ما لا سائرون ولا غير سائرون طبوا بالقصة؟ لا لا أكيد، هناك إحنا إذا هو مجلس المفوضين نفسه اللي القضاة وغيره بشهادة من حضرتك في تفضلت بها بمقطعك الأول، أنه هم بضمن اختصاص وباستقلالية الأقسام والدوائر وغيره أكيد من ضمن من الاختصاص ومن التكنقراط الموجودين في المفوضية. لا سمعت خصوصكم لا لا خصوص سائرون سمعتوهم بما يتعلق به الملف بالتحديد؟ هذا الملف بالذات حساس، لا يمكن الاتيان بأي مدير عام أو أي مسؤول قسم أو أي موظف لديه خبرة بسيطة أو خبرة إدارية في وزارات أو في دوائر معنية أخرى ويتم تنصيبه على هذه الأقسام، لأن هذا المفوضية بالذات لها موسم عمل حقيقة وهو إجراء الانتخابات، والوقت اللي وضعت من أجله أيضا كان وقت ضيق، ولذلك عليهم حقيقة ضغوط ولود كبير في العمل، ولكن أكثر من مرة أبدوا استعدادهم وأعلنت المفوضية، ولا أريد أتحدث بالنيابة عنهم بعد، أنه على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات ولا يواجهون أي مشكلة في العمل سواء فنية أو لوجستية. سجمانة بالفعل انتم عندكم تحدي داخلي هسه يمكن اكيد متحدثه باسم المفوضيه ما راح تقول لا عندنا تحدي، اكو تقول الامور تمام عندنا والامور ماشيه تمام، بس انا عندي يعني تصريحات الخصوم السياسيين فيما بينهم اسمعها، اليس كذلك؟ كذلك الكثير من الخبراء، سيد محسن واحد من عندهم وكثير من المفوضين السابقين تحدثوا لنا في اكثر من حوار هنا، قالوا لا القصه مو سهله، يعني هذا يعني اخراج مدراء عامين ورؤساء اقسام وحتى مسؤولي شعب، دول تدربوا في اكثر من مكان، خاضوا اكثر من انتخابات. اكيد الشباب اللي اجوا هسه فضلا عن ما يتعلق بقصه المحاصصه السياسيه، الان الاستاذ ستار يتحدث كانما عن المفوضيه في دوله اوروبيه غربيه، يعني كانما كل شيء ما كل الطبقه السياسيه عايفتها بحالها. بالفعل عندكم هيك تحدي؟ نعم استاذ. بداية حضرتك أجحفت بحق موظفينا أنه ليس لديهم خبرة، لا أنقل آراء طرحت لا أكثر ولا أقل، ليس يعني لديهم خبرة لأنه موضوع. أصغر موظف لدينا لديه سنين خدمة عاصر وواكب ثلاث عمليات انتخابية، إذا خلينا نقول عمليتين أو ثلاث عمليات انتخابية، موظفينا فنيين مختصين، إداريين مختصين، قانونيين مختصين، مالية إدارية قانونيين وأيضا كلهم مختصين لدينا فنيين. يعني بالنسبة لحضرتك القانون أخرج المدراء العامين خارج الدائرة، صحيح 39 مدير عام خارج الدائرة، تمام. لكن مدير القسم موجود اللي يعني عفوا من منصبه، حتى رؤساء الأقسام تغيروا، لا استنى إيه بس هو عفوا من منصبه لكن موجود معنا بالمفوضية، موجود يعني رئيس القسم مسؤول الشعبة لم يخرج خارج المفوضية، من صرف عليهم ودربتهم الأمم المتحدة وفريق سلب صلاحياته، يعني نحط واحد غيره ما عنده الخبرة. أستاذ احنا نتعاون، نحن نعمل كخلية نحل، الذين خرجوا من مدراء أقسام ومسؤولين شعب يعملون مع المفوضية بكل جهد وأمانة ونزاهة لإنجاح العملية الانتخابية، نحن نتعامل مع مفوضيتنا كأنها بيتنا، نتعامل مع الانتخابات كأنه واجبنا، لا ليس يعني أنه أنا خرج هذا مدير قسم يعني معناها أنه تنحى جانبا أبدا، نحن هم معنا نتعاون فيما بيننا، أيضا يمدون بالمشورة، نستجيب لتوجيهاتهم، فلدينا بالنسبة للموظفين أصغر موظف واكب ثلاث عمليات أو عمليتين انتخابية، مسؤولين الشعب ومدراء الأقسام الذين صرفت عليهم. طيب بما يتعلق بمدراء العامين، مدراء العامين خرجوا صاروا مدراء عامين غير مؤسسات، اللي يجوا بمكانهم مدراء أقسام موجودين أستاذ، إحنا المسؤولين الشعب ومدراء الأقسام الذين تنصلوا عفوا من منصبهم ما زالوا يعملون في المفوضية، في كل مكتب انتخابي أي مدير قسم ومسؤول شعب أعفى عن منصبه وما زال يعمل في المفوضية، نعم سوية. يعني أنا عندي علم أغلبهم طلعوا إلى وزارات أبداً أخرى، أبدا أستاذ، مدراء العامين فقط 39 مدير عام هم اللي خرجوا وصاروا مدراء عامين في دوائر ومؤسسات أخرى، هذا اللي أقوله دول طلعوا وراحوا بغير مكان، خلاص طلعوا، بس لكن مدير قسم موجود ومسؤول الشعب موجود ونحن كنا موظفين موجودين، يعني سابقا إذا كان يعمل مدير القسم نحن في منأى عنه، مدير قسم ونحن نعمل معه، يعني ليس أنه الخبرة فقط في مدير قسم، طيب الشعب بها 11 موظف 13 موظف زين شنو يعني مدير قسم واحدة يشتغل ومسؤول الشعب واحدة يشتغل،
سيد محسن تمام. سيد محسن استمعت إلى هذه الإجابة، لا داعي لعد أن ما فعله قانون المفوضية يشكل واحدة من المشكلات أو واحدة من التحديات الداخلية في المفوضية. من حل محل رؤساء الأقسام هم زملائهم، ورؤساء الأقسام لا زالوا موجودين في العمل، والأمور تمام وتمام فوق التمام. تمام. يعني حقيقة بعد أن المفترض كمؤسسة تنفيذية يعني مختصة بإجراء الانتخابات أنه ما نلتفت إلى الماضي من ناحية تغيير قانون مفوضية الانتخابات، وكذلك تغيير الكادر المتقدم في مفوضية الانتخابات. اليوم نعمل بالمعطيات الحالية المتوفرة لدى مفوضية الانتخابات، وأن نقوم بمساندة جهد المفوضية من السادة أعضاء مجلس المفوضين ومفوضية الانتخابات. وأنا تكلمت قبل قليل أن مفوضية الانتخابات باشرت بالعمل بجدول الزمن الخاص بالانتخابات من تحت سجلات الناخبين، وكذلك فتح باب الترشيح. اليوم من المفترض نراقب عمل المفوضية للمرحلة الجاي القادمة وكيفية أدائها واستعدادها لإجراء الانتخابات، والمفترض حسب قرارات مجلس الوزراء ومجلس النواب أن يتم دعم مفوضية الانتخابات من كافة الوزارات ومؤسسات الدولة لإنجاح عملها. أما التحديات السابقة بحقيقة يجب أن نطوي هذه الصفحة، والمفوضية في جميع الاستحقاقات السابقة هي كانت حقيقة تتلقى هجوما من الرؤساء الكتل السياسية وكذلك النواب، وتواجه تحديات أمنية وتواجه تحديات لوجستية في كافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة. ما شهدنا أي أي حدث انتخابي لو كان في أجواء هادئة نسبيا أو أجواء طبيعية مثل باقي الدول الأخرى. إذا نلاحظ وإذا نراجع جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، سواء مثلا في انتخابات 2018 كانت هنالك عودة للنازحين، وكانت جرت الانتخابات مباشرة بعد تحرير المناطق مثل محافظة نينوى والأنبار وغيرها. عندما نعود إلى انتخابات 2014 كان هنالك وضع أمني خاص، احتلال ثلث مناطق العراق من قبل عصابات داعش. لا لا لا، بعدنا ما محتلين ب 14 بعد ما صار احتلال. لا بالعكس، التراجع بعد يعني بعد شهر من اعلان النتائج كان سقوط صار صار بس الانتخابات صارت الامور تمام. وبالمناسبه نعم، وكانت بعض المحافظات ايضا تشهد توتر امني يعني غير طبيعي، وبالرغم من ذلك المفوضيه اجرت الانتخابات. اليوم هذه الصفحه نطويها ونستعد للانتخابات القادمه. اليوم تقريبا نوعا ما الوضع الامني هو مستقر، ولكن هنالك بعض المعوقات الاجتماعيه من ناحيه يعني الرواتب وضعف البنى التحتيه، وحقيقه هذا هو مو موضوعنا، لكن هذه العوامل هي تلقي بظلالها على اوكي تمام تمام تمام. اذا انا هواية اتفق وياك. جميل سيد. وعدم مراجعه تحديث سجلات الناخبين ممتاز. وغيرها من الامور الخاصه بالمفوضيه. بس هذا الملف اريد اخليه بالاخير مع قصه البطاقه البيومتريه والتحديث. بس اذا اسالك اوكي اتفق وياك انه الموضوع هذا من الماضي، ما يتعلق بقانون المفوضيه، بما يتعلق بقانون الانتخابات، خلاص الموضوع صار يعني شيء نافذ. لكن لا زالت إلى الآن ترفع ما دام الجمالة موجودة حتى نناقش الموضوع، بما فيها ما قلته الأسبوع الماضي حضرتك أن هنالك عدم شفافية فيما يتعلق بعمل المفوضية، وغير واضحة الإجراءات الجارية، وهنالك أسئلة كبيرة لا يتم الإجابة عليها. هل لا زلت تتفق مع كل الملاحظات التي ترفع سياسيا ضد المفوضية؟ نعم، يعني احنا اعتبر نفسي كمختص بالشأن الانتخابي، وكذلك وسائل الاعلام هي جزء، وكذلك هنالك اجزاء اخرى يعني بالعمليه السياسيه تراقب اداء المفوضيه من خلال مجلس النواب والحكومه. انا تكلمت قبل اسبوع او اكثر ان هنالك ضعف في مجال الظهور الاعلامي للساده اعضاء مجلس المفوضين، وكذلك عدم ايصال رسائل المفوضيه الخاصه بالاستعداد لاجراء الانتخابات لطمأنة الشارع العراقي ولطمأنة الأحزاب السياسية بأن المفوضية هي قادرة على إجراء الانتخابات في موعدها من خلال الاستعداد. حقيقة هذه يحتاجها إلى يعني ظهور إعلامي كبير في وسائل الإعلام، وكذلك وسائل
وسائل يعني التواصل الاجتماعي وعدم الاكتفاء بالبيانات التي تصدر من مفوضية الانتخابات، حقيقة هذه قليلة قياسا بالحدث الانتخابي القادم والتحدي الكبير أمام مفوضية الانتخابات، بحاجة إلى يعني بيان وتوضيح مهام المفوضية وإجراءاتها حتى تكون يعني واضحة أمام يعني حقيقة حتى يعني المختصين بالشأن الانتخابي يعني خلال دورات الأمم المتحدة وغيرها، في حال أن هنالك إخفاء لبعض البيانات أو عدم يعني ظهورها بصورة صحيحة وبالتوقيت المناسب راح تسبب مشاكل كبيرة، وهذا إذا لاحظتوا المشاكل اللي حدثت بعد إجراء انتخابات عام 2018، المفترض مفوضية الانتخابات تستفاد من هذا الأمر، ويعني السيدة جمانة كانت موجودة في مفوضية الانتخابات وجنابك الكريم في قناة العراقية، حقيقة كان هنالك عدم توضيح لإجراءات المفوضية من قبل مجلس المفوضين، وبالتالي أدى إلى مشاكل سياسية وأدت إلى استبعاد مجلس المفوضين السابق وإلى تعديل قانون الانتخابات خلال 5 أيام بعد. تمام تمام، هذه الأفكار صارت واضحة. أنا راح أغير ترتيب الحوار، أستأذنك أستاذ ستار لأنه حتى يكون مباشر الرد، هذه الملاحظات غير الملاحظات السياسية اللي أني دا أخفف من عتم وأطرحهم عليك. نعم تمام، بداية تحياتنا لأستاذ محسن المفوض الأسبق. موضوع الشفافية، مفوضية الانتخابات الحالية تعمل بكل شفافية ونزاهة مع شركاء العملية الانتخابية من ناخبين من مراقبين من الأحزاب السياسية الشفافية. بداية لأول مرة وسابقة في عمل المفوضية أن المفوضية تطرح الجدول العمليات وتوزعه على وسائل الإعلام كافة، في مؤتمر صحفي تم توزيع الجدول العمليات ولأول مرة من خلال المجالس السابقة، هذه أول مرة يوزع الجدول العمليات على وسائل الإعلام كافة، وزعنا الجدول في المؤتمر الصحفي، وأيضا تم مناقشته من قبل رئيس المجلس السيد جليل عدنان خلف، وكان أيضا أعضاء مجلس المفوضين حاضرين ورئيس الإدارة الانتخابية والسيدة جينين هينيس بلاس خارت حضرت هذا المؤتمر، ولأول مرة يوزع الجدول العملياتي، لأنه هذا جدول هو سري يخص عمل المفوضية، ولأنه بكل نزاهة وشفافية تم توزيعه على وسائل الإعلام. لدينا كل أسبوع كلمة نتحدث بها عن كل إنجازات المفوضية وتنشر ونحن ننشرها في كل وسائل الإعلام، فضلا عن ذلك كل تصريح وكل قرار مجلس يصدر ينزل فيه تصريح إلى وسائل الإعلام، فضلا عن ذلك إن الموقع الإلكتروني فيه أنظمة وإجراءات وتعليمات، لكن حضرات الآخرين يعني قد يتعاجزون من دخول الموقع الإلكتروني للبحث عما يحتاجون إليه، ينتظرون من يخرج ويتحدث عن هذا الموضوع، ولكن حضرتك لو دخلت إلى الموقع الإلكتروني راح تجده باللغة العربية والإنجليزية والكردية، كل الأنظمة والإجراءات المتعلقة بعمل المفوضية وأخبارها أولا بأول تنزل. شنو اللي يمنع سادة المفوضين أن يظهروا في الإعلام يتحدثوا عن كل هذه الإجراءات وعن كل هذه الأعمال؟ طيب ما فائدة الناطق الإعلامي؟ لا بالإضافة، مع الاحترام طبعا، بالإضافة يعني إلى جنابك وإلى مدراء المكاتب، الإدارة العليا شيء جيد أن تظهر يعني. نعم ظهر في مؤتمر صحفي يوم التوزيع، يعني كان توزيع الجدول العملياتي، وكان وفي ندوة الأسبوع الماضي كان هناك ندوة مع التحالفات والأحزاب وأيضا كانوا منظمات، وكان أستاذ جليل موجود رئيس المجلس المفوضين وأجاب عن كثير من الأسئلة، أسئلة التحالفات والأحزاب اللي كانوا وأجاب عنها، إذا هناك أكو تواصل، أكو اتصال وأكو تواصل. خليني أسألك بشكل مباشر حتى أناقشها مع أستاذ ستار. نعم. عندي معلومة أنه التحالفات الكبيرة إلى الآن ما مسجلة، صحيح؟ يلا يا أستاذ، أعتقد عندنا تحالفات تقريبا هي يعني أبرز التحالفات الكبيرة والقوية، التحالفات السياسية أعتقد ائتلاف النصر أبدأ الرغبة للمشاركة في الانتخابات، دولة القانون أبدأت المشاركة في الانتخابات، أكو الإباء، أم الربيعين، يعني ما تحضرني كل الأسماء، لكن قادرون الذي وقد بقى كم يوم؟ 10 أيام؟ أي يوم 27/2 تنتهي، لكن هناك موضوع آخر هو الإجازة المشروطة الذي سهل، إذا تحب نتحدث عنها حتى نتحدث عن موضوع الإجازة المشروطة للتحالفات. يوم 27 ينتهي تسجيل التحالفات، لكن أي نعم، وإلى الآن عدد كبير من التحالفات المعروفة والكبيرة بالنسبة نعم لدينا 25 تحالف مصادق عليه لغاية 2018، المفروض هذه التحالفات السابقة تراجع دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية تبدو الرغبة للمشاركة في الانتخابات، تم الاستمارة 9 واستمارة 16 يمكن، يعني استمارتين هي تمليها لإبداء الرغبة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، الذي راجع وأبدوا رغبة هو 7 تحالفات من أصل 25، فضلا عن 5 تحالفات مصادق عليها في هذا المجلس، وأيضا هناك 8
تحالفات هي قيد التسجيل عليه، لأنه مع قرب هذه فترة 27/2 مجلس المفوضين أصدر قرار بمنح الإجازة المشروطة، أي أن التحالف لأنه المدة راح تنتهي، التحالف يراجع دائرة شؤون الأحزاب، يملي ما عليه من الاستمارات، ما مطلوب لديه ما تطلبه دائرة الأحزاب، ويعطيه إجازة مشروطة لحين ورود الإجابة من لحين استكمال بقية الأوليات المطلوبة، لحين ورود الإجابة من هيئة المساءلة والعدالة النزاهة. صحيح. نعم، فهذا يمنح إجازة مشروطة، لكن بعد هذه الإجازة المشروطة قد تكون مستوفية ويوافق ويصدر قد تمضي أو قد لا تمضي بحسب قرار مجلس المفوضين ورؤيتهم طبعا، أكيد لأن حسب ما يردنا من مثلا هيئة المساءلة، من هيئة النزاهة، من التعليم العالي، هو اللي من التربية. بس خلي أفهمها حتى أقدر أناقشها بشكل مفصل. التحالفات اسمح لي أنا أعطيك الفكرة. لغاية 27 على التحالفات مراجعة ويأخذون إجازة مشروطة فقط، هذا التحالف يبدي يروح يراجع بالمشاركة في الانتخابات، اكو اوليات مطلوبه من عنده لازم يراجع، فينطول اجازه. طيب ايش وقت انتم ايش وقت تريدون من عندهم يقدمون مرشحيهم يعني فلان الى غايه 1/3 على الاحزاب ايضا ينطوهم الاجازه المشروطه اللي يريدون يشاركون، ينطوهم الاجازه المشروطه لغايه 1/3. بالنسبة للتحالفات والأحزاب يقدمون قوائم مرشحيهم إلى غاية 1/3 أيضا، لأن لدينا 59 مرشح فرد من محافظات مختلفة راجع دائرة شؤون الأحزاب، عفوا راجع مكاتب المحافظات، لأن مرشحين الفرد في مكاتب المحافظات للمشاركة في الانتخابات. ائتلاف قادرون أيضا، تحالف قادرون راجع ويعني سجل مرشح واحد لهذه. فمنح الإجازة المشروطة لتسجيل التحالف ما أعرف ما عندي علم. يعني وأنا عندي أسئلة كبيرة. إذا التحالف لغاية 27 والأحزاب لغاية 1/3 يمنحون الإجازة. 27/3 هذا شهر 28. يوم واحد. 28 طب 1/3. أستاذ بس بعدين إحنا من 9/1. تمام. أنا إذا أسأل ستار. وهذا الموضوع مو طبيعي يعني الآن إحنا شبقان اليوم جيد بالشهر. 20 يوم. اليوم 20 بالشهر. 7 أيام للتحالفات. 8 أيام للقوائم المرشحين. سائرون ما مسجلة، الفتح ما مسجلة، هسا أنا سائرون خلنا أسولف وياك. وأني ماتين من أسمح هيك شيء أقول لا، ترى الجماعة رايحين إلى تأجيل انتخابات. لا قطعا نحن مع إقامة الانتخابات في موعدها المقرر وإبداء الرغبة. زلش للساعة من رايحين. إبداء الرغبة أكيد هناك تحضيرات وهناك عمل يخص كل تحالف، وهناك ترتيبات لدى التحالف الموجود، والمدة لم تنتهي حتى نستطيع أن نقول الجهة الفلانية، وبالتالي حتى وإن انتهت المدة لو مقدور عليها المفوضية التليفون واحد مددونه أبدا. لا صدق؟ لا مفوضية مستقلة. تصريح رسمي؟ مفوضية مستقلة. لا تصريح رسمي؟ مفوضية أنه لن تمددوا؟ لا هذا الوقت محدد من قبل المفوضية، وبالتالي من لا يرغب أو لا يراجع المفوضية أعتقد تفوت الفرصة عليه، وبالتالي هو يتحمل مسؤولية إجراءاته. لكن أسبوع كافي هو تفوت الفرصة على السائرون، هو ولذلك وأكو يعني 8 أيام أعتبر يعني لا زال وقت كافي، والإجراءات أعتقد في أقل من ساعة ونصف اليوم طبعا يعني سريعا. مو إجراءات مطولة وتحتاج إلى جميل. خليني حتى أفهم من عندك، مدام بس 8 أيام عندنا لتسليم المرشحين، مو فقط التحالف يروح يبدي رغبته، الآن إيش دا يصير بسائرون بما يتعلق بهذا الملف؟ أكو عندكم شغل قائم؟ هذه إجراءات تخص التحالف وتخص العمل التنظيمي السياسي الداخلي حقيقة. ما لها داعي، ما لها يعني أنا أتعرف عليها أسأل عنها. لا هو أكيد كل حزب يعني أقصد سائرون عندني يغير مرشحينه، يعدل مرشحينه، لو نفس مرشحي راح يقدمهم هذا يعني كل حزب وكل تحالف أكيد عدة إجراءات خاصة به حقيقة. وبالتالي وائل ما تتحدث عنه هو عن موعد التقديم. لا زال هناك وقت كافي لذهاب سائرون يعني المفترض اي فدام لا زال 8 أيام قليلات لا زال وقت يعني الان الشغل كلش كبير، الشغل هواي يعني الهيئه السياسيه للتيار الصدري تشتغل على قدم وساق مو صح؟ المفترض مو؟ اكيد قلت لك هو كل مدام عندكم بس اسبوع واحد بس افهم علي اذا تسمح لي، عندكم اسبوع واحد على مود تقدمون الرغبه وتقدمون مرشحيكم، فالان لازم الشغل من الصبح لليل حتى ما تلحقون تنامون مو؟ انا دا اسال على هذا الشغل، انطيني اي معلومه من هذا الشغل.
ليش يعني هذا قلت لك شغل داخلي يخص الحزب او التحالف، يعني التحالف سارون حال بقيه الاحزاب الاخرى، ما له دخل يعني بموضوع نلتقي بالاخرين. راح اسالهم نفس السؤال. احسنت. ولذلك احنا ان شاء الله قبل 1/3 سوف نجري اللازم. راح تقدمون هالمره قح ان شاء الله قبل 1/3؟ اكيد التغريده واضحه. قح التغريدة واضح. نعم، مو فقط رئيس وزراء قح، حتى النواب مرشحين قح مو التغريدة واضحة، والعمل جاري إن شاء الله. وكل حزب وكل تحالف يعرف أين يقدم وأين يؤخر وأين يضع وفق ما يراه من مصلحته. أكيد هناك تنافس، لكن نبقى نؤكد إلى ما ذهب إليه سماحة الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر بأن يكون التنافس شريف وعلى جميع القوى السياسية وجميع من يدخل إلى معترك أو عالم الانتخابات. يجب أن يكون التنافس شريف ومهني وبعيد عن إراقة الدماء وبعيد عن الفوضى، ويجب خلق جو ديمقراطي وجو كفيل بإجراء انتخابات ضمن موعدها المحدد، وبالتالي يكون دعم للحكومة ومفوضية الانتخابات أن تجرى انتخابات بشفافية. بس إذا سألك سؤال إذا تسمح أستاذ ستار، ماذا تشوف المفوضية هواي مبالغة بالتوقيت؟ بس سيد جمال راح نرجع لها بهذا السؤال، يعني خلينا شوي نستفزها. يعني ترى بعد هواية وقت مرشحين إذا تقدمهم من هسه، احنا عندنا جو إعلامي فظيع بتسقيط الأسماء. متى تقولون لهم للمفوضية أوكي نسجل احنا، بس فات قبل شهرين ثلاثة نعطيكم أسماء المرشحين، ايش دعوة هسه قبل 6 شهور 7 شهور أنا طالبين من عندي أسماء مرشحين؟ هذه القرارات حقيقة تتخذ المفوضية على ضوء الخطوات العملية الموجودة لديها، وبالإمكان إذا شافوا الوقت كافي والرغبة قليلة أو المرشحين المتقدمين لهذه تسجيل الانتخابات قليل، ممكن أن يمددون، وحصلت هذه في أعمال سابقة أيضا تم التمديد لأكثر من فترة، ولكن هناك حد أو هناك تاريخ لا يمكن عبوره وتجاوزه حقيقة. يصل هنا الموقف بعد ينوخذ خلص، اللي يقدم رغبته أهلا وسهلا، واللي ما يرغب يشارك. خلينا نناقش الملف مع سيد محسن. عفوا سيد محسن، ألا ترى أن المطالبة بأسماء المرشحين في حد أقصاه 1 آذار موعد مبكر غير منطقي؟ يعني وإحنا همتين عندنا يعني خصوصية عراقية بما يتعلق بالمرشحين، يعني مجرد أن تطلع أسماء المرشحين يعني تفرج ويانا على الجو الساخن اللي راح يصير. مو الوضع الطبيعي وحضرتك أنت كنت مفوض، الوضع الطبيعي شو المشكلة يعني تقدم المرشحين قبل شهرين من الانتخابات؟ تمام كافي. حقيقة هذا الأمر أنه مفوضية الانتخابات قد يعني حددت موعد مبكر لإجراء استلام قوائم المرشحين هو بسبب طبيعة النظام الانتخابي اللي هو نظام الدوائر المتعددة. اليوم مفوضية الانتخابات بحاجة إلى تهيئة 83 ورقة اختراع على مستوى العراق، كل دائرة انتخابية يوجد بها مجموعة من المرشحين، وبحاجة إلى تثبيت في هذه يعني ورقة الاقتراع هو رقم المرشح وتسلسله بالقرعة واسم المرشح، وكذلك وضع صورة المرشح أو شعار خاص به في ورقة الاقتراع. حقيقة هذا كله يستلزم يعني إجراءات خاصة وتصميم في مفوضية الانتخابات، ثم انتقال إلى طباعة ورقة الاقتراع وغيرها. حقيقة هذه الأمور ما كانت موجودة بالمراحل السابقة اللي كانت توجد بها. اي بس مو هالقد سيد، مو هالقد اوكي، في ورقة الاقتراع شهرين كافيات، 3 شهور كافيات، بس مو هالقد. لا انا اقول لك ليش الوقت ما كافي. اليوم مفوضية الانتخابات من المحتمل أن تمدد عملية تحديد استلام قوائم المرشحين 10 أيام على الأقل، فراح نوصل 10/3، بحاجة إلى 20 يوم لغرض تدقيق هذه البيانات، بيانات المرشحين. تدقيق البيانات راح نوصل إلى موعد 1/4. 1/4 من يعني كملنا عملية يعني تدقيق هذه الأسماء وإرسالها إلى الجهات المختصة، يحتاج بعدين يعني شهر إلى شهرين لعملية تصميم ورقة الاقتراع والتأكد من يعني انه البيانات صحيحه في داخل ورقه الاقتراع، ويحتاج هنالك بعد شهرين الى طباعتها. حقيقه هذا الوقت كله هي بحاجه الى مفوضيه الانتخابات، اضافه الى ان مفوضيه الانتخابات
تضع يعني هامش من الوقت للطوارئ، مثلا ما حصل لهذه الايام في ازمه كورونا. حقيقه مثلا حتى الان مفوضيه الانتخابات تم استثنائها من قضيه الحظر وقضيه يعني التجوال، المؤسسات الاخرى السانده لعمل المفوضيه لا تستطيع الحركه، القطاع الخاص الذي تتعامل مع مفوضيه الانتخابات لا يستطيع يعني الوصول الى محل عمل، حقيقه هذه كلها العوامل تؤثر على الجدول الزمني الخاص بالعمليه الانتخابيه، هذا جانب. الجانب الثاني قبل شويه تكلمت عن قضيه تقديم قوائم المرشحين أي. وانتهاء بواحد ثلاثة، انا راح اكد لك من خلال قناتكم الكريمه انه جميع الاحزاب السياسيه وجميع التحالفات لا تسلم قوائم المرشحين الا في اخر يوم من موعد التقديم، مثلا اذا كانت اخر يوم هو 1/3 راح تجي الاحزاب السياسيه بعد الظهر الساعه 12 الظهر تقدم قوائم المرشحين، واذا عرفت الاحزاب السياسيه ان هنالك تمديد لعمليه استقبال قوائم المرشحين 7 ايام او 10، اي حزب سياسي ما راح يسلم قوائم المرشحين، راح ينتظر مده التمديد الجديده واخر يوم من هذه المده حتى يقدم قوائم المرشحين. هذا السياق حقيقه بالعمل السياسي يعني شاهدناه ولمسناه في جميع الاستحقاقات الانتخابيه السابقه، سواء في انتخابات 2018 و14 و10 و9 وغيرها من الاستحقاقات الانتخابيه السابقه، انه اخر يوم من موعد التقديم راح تقدم الاحزاب السياسيه قوائم المرشحين. جميل. هسه سيد جمانه السيد جاوب بشكل مفصل، بس خلينا ناقش حتى جوابه، لانه مثلا هو انطى شهرين للطباعه، انطى شهرين للتصميم. يا جماعه الخير شو ده تصممون؟ يعني شهرين على مود التصميم. اي طبعا. حتى لو كم احنا عندنا 84 83 دائره، يعني 83 نموذج، اليس كذلك؟ اي يعني 60 يوم مو فد رقم هين، 60 يوم اوكي التصميم يلا شغل تصميم وكذا، مع العلم هو ما يحتاج هالقد، يعني الان الاجهزه حديثه والمحترفين كذلك يشتغلون بسرعه. الطباعه هو برنت بنسى كذلك؟ نعم. يعني ترى وايد مده، كل شيء وايد. يعني انا اريد اطلب تحليله تفسيرها. انا نعم. سامحيني ما افهم لا عادي ماكو مشكله، بس بدايه احب اعرج على كلامك قبل هذا، حضرتك تحدثت انه قلت تليفون واحد الو وممكن يمددون، فانا قلت لك لا، انت قلت لي لا ما تمددون، انا احكي على تليفون، قلت لك مفوضيه مستقله. فمال انه الو مفوضيه تمدد، مفوضيه لا تخضع لاي جهه خارجيه، انما هو عملها خاص بها فلا تخضع، فانا تحدثت عن انه الو ماكو. هذه واحده. اثنين، كوني الناطق الإعلامي مفوضية الانتخابات لا أتحدث عن شيء إذا لم يصادق عليه مجلس المفوضين. تمام؟ نرجع لموضوع ورقة الاقتراع. ورقة الاقتراع وحسب 83 دائرة انتخابية ب 25 ناخب، 25,139,375 ناخب، كم ورقة اقتراع يعني يجب أن تطبع هذه الورقة. هذه الورقة هي ليس ورقة عادية، إنما ورقة مشفرة بها باركود خاص بها، بها بيانات خاصة بها، بها أشياء سرية كي لا تقبل التزوير. هي ليس ورقة وأسماء مرشحين واسمهم وخلص انتهى هذا الموضوع، لا لا أبدا، هذه ورقة مهمة ضرورية بها تشفير، بها بيانات خاصة، بها تشفير تخص عمل المفوضية. فهو يعني ليس هذا العمل سهل، تحتاج المفوضية إلى هذا الوقت، لأنها يعني ورقة الاقتراع وتصميمها وتجهيزها هذا الموضوع يكلف وقت كثير. يعني أقصد لأنه إحنا عندنا 7 شهور. نعم. أليس كذلك؟ نعم. لا بس هي فعلا يعني طبيعة الاستمارة المعدة تحتاج إلى خصوصية وتحتاج إلى عمل، ويجب أن تبع بعدد الناخبين بغض النظر عن عدد المشاركين طبعا. يجب أن تكون بعدد الناخبين وطباعتها. هي حتطبع خارج العراق ولا داخل العراق؟ يعني أعتقد خارج. ما كل إمكانية لربما للطباعة، ماكو هذه الإمكانية للطباعة أستاذنا، يعني إذا كانت البطاقة البيومترية هي تطبع خارج العراق لأنه فيها بيانات خاصة أيضا مشفرة بياناتها، فهذه تطبع خارج العراق. بالنسبة لورقة الاقتراع أيضا تطبع في الخارج، ولكن لحد الآن لم يصدر قرار عن مجلس المفوضين بهذا الموضوع، ونحن ننتظر مجلس المفوضين حول هذا، حول ورقة الاقتراع. حاليا نحن في التصميم، لكن قد تكون الطباعة داخل العراق، قد تكون الطباعة خارج العراق، لم يصدر عن مجلس المفوضين لحد الآن، يعني لحد الآن احنا في تصميم الورقة. طيب بما يتعلق بتحديث البيانات وتحديث البطاقة البيومترية نعم. وين وصلنا هسه؟ بالنسبة لعملية تحديث الناخبين شارفنا على 1,000,000 منذ انطلاقها من 2/1، شارفنا على 1,000,000 حالة تحديث. بالنسبة ل من أصل؟ أستاذنا شوف هذه موضوع مهم، ماكو من أصل. ياريت. لدينا 15 مليون
و500 ألف يعني ما يقارب 500 ألف تسجيل بايومتري، ليس ل 15 مليون و500 ألف لازم كلهم يحدثون. من يحدث؟ من لديه حالة حدث لا سامح الله يراجع حتى يقول عندي شخص متوفي وهذه بياناته، يجيب الوثائق هذه بياناته، يراجع اللي يريد يضيف مواليد 2001 2002 2003 صح، يراجع الشخص اللي انا اجيت بالحمايه. ما عندنا احصاءات لعدد انا راح اسمح لي انا وداخله للشبكه احد الحراس في الخارج شافني بطاقته مكسوره، زين انا حاصيت ادري انا عندي مستلم بطاقه تمام. فقال لي ست انا ما اريد اراجع، اهم انا تاخذوا معدنا 25. قلت له لا، مفوضيه الانتخابات الغت الغرامه، راجع المركز تسجيل القريب على الشبكه القريب على سكنك وين ما تكون، راجع وانطيهم البطاقه وراح يسجلوك، يعني تكون انت اصلا بياناتك موجوده ومسجله لديهم وسوف تطلع لك بطاقة. بطاقه نعم بحسب تسلسل الواجبات. شخص اخر فرقه جواله، انه احنا ست ما سجلنا محتاجين فرقه جواله، واتفقت مع مكتب الكرخ انه يرسلون فرقه جواله مسائيه لشبكه الاعلام العراقي لتسجيل بياناتهم. لدينا الناخبين من مواليد المحدثين مواليد 2001 2002 2003 اللي هم مليونين و600 يجب ان يراجعوا لتحديث بياناتهم. لدينا ايضا مثل ما قلت لك انه الناخبين حاله الوفاه، رغم انه مفوضيه الانتخابات منسقه عملها مع وزاره الصحه، ولدينا اسماء المحذوفين والمتوفين. اي بالضبط، هذا اللي فنحن ننتظر من يبلغ، بلغت أو ما بلغتني يعني من حالة تحديث أنا أصلا عندي البيانات. يعني مثل الناخب الجديد 2001-2003 بياناته موجودة عندي، أنت من تراجعني أنا ما أخذ البيانات من وزارة التجارة بالبطاقة التموينية اسمك موجودة عندي وأكثر من هذه السنين طبعا لدى المفوضية هذه البيانات. لكن ما ننتظره أنه هذا الشاب أو الشابة يراجعون أقرب مركز تسجيل لأخذ بياناتهم الحيوية، لكن بياناتهم النصية هي موجودة عندنا. فحالة التحديث ليس ال 15 مليون كلهم يراجعون، فقط من لديه هذه الحالة. أنا سؤالي قائم على هل أن المفوضية لديها إحصاءات بما يتعلق بالداخلين، يعني من دخلوا للمشاركة يعني 2001 2002 2003 ذولا عندنا إحصاءات مليونين و600 أليس كذلك؟ الشهادات الوفيات أو إحصاءات الوفيات موجودة. هذه هي من يعني تهيئ لكم الحديث عن الأصل. نعم. طيب الحديث اللي يتحدث عن نسبة التحديث نعم. أن لا يقل عن 65 أن لا يقل عن 70 الكلام هذا نعم. هذا كيف تتعاملون معه؟ أستاذ ما يهمنا هو التسجيل، التحديث هو كل حالة تحديث تنجز تضاف إلى التسجيل البيومتري. فإحنا وصلنا 15 مليون و500 15 مليون و459 ألف وتسعة حالة تسجيل بيانات، يعني ما يهمنا هو هذا الأصل تسجيل البيومتري. إن حالة التحديث إذا أنت راجعت وحذفت هذا كله يأثر وين؟ بالتسجيل البيومتري الموجود عندنا. راجعت ضفت راح ينضاف عندي بالتسجيل البيومتري الإضافات. فماكو هذا يعني موضوع أنه أنا شقد عندي نسبة بالتحديث، أنه منو اللي راح يراجعني خليه يراجعوني. فأنا عندي حاليا ما يقارب 15 مليون و459 من أصل 25 مليون ناخب و يعني 139 ألف و300 وشي. فهذه حالة التسجيل موجودة. فضلا عن ذلك لدينا النازحين 11 ألف ويمكن 11 ألف و94 حالة تحديث للنازحين وتسجيل النازحين. سيارة مفوضية الانتخابات فرق جوالة 1168 فرقة جوالة سيارتها بالتنسيق مع وزارة الهجرة حول مخيمات النازحين وسيارتها إلى مخيمات النازحين لتسجيلهم وتحديث بياناتهم البيومترية. طبعا هذا ليس الفرقة الجوالة للنازحين فقط، لذوي الاحتياجات الخاصة صحيح. للمؤسسات الموظفة في مؤسسات الدولة لأي ناخب وأي تجمع يكون فيه الناخب نرسل له الفرقة الجوالة مثل الطلبة وكل شبكة الإعلام العراق وسنة الستار. لأنه أنا كنت أقصد يعني أنه هذه الأفكار كلها تطرح حتى نناقش مع الستار. كقوى سياسية الآليات المتبعة في المفوضية سواء على المستوى الاستعدادات وسواء على ما يتعلق بتحديث البيانات بالنسبة للناخبين، كيف ترونها؟ هل تعتقدون أن الآلية المتبعة يمكن أن تحقق لنا انتخابات تتجاوز كل الهواجس السابقة التي نعيشها أمام الانتخابات الماضية؟ حقيقة تحرك المفوضية تحرك جيد جدا، وهذا ملحوظ حتى على مستوى المناطق اللي يتم تحديد السجلات فيها، وأبدت استعدادها طبعا بفترات سابقة وتواصل إعلامي موجود بخطوات اللي تقدمت بها المفوضية. وأعتقد أيضا أحاول أو أحب أطرح من خلال قناتكم مقترح
إذا كانت هناك المفوضية بحاجة إلى دعم لوجستي أو بدعم بإعداد الموظفين، بإمكان الحكومة باعتبار رئيس رئيس السيد رئيس مجلس الوزراء القائد الأعلى أو السلطة الأعلى في الحكومة، بالإمكان انتداب موظفين من بقية الوزارات مع سياراتهم لدعم عمل المفوضية من أقسام الآي تي اللي هم اختصاص، وبالتالي يمكن يساعدون المفوضية في إجراء الفرق الجوالة حتى توصل إلى أبعد نقطة، لربما الأعداد غير كافية لأن تكون في جميع. ممكن تذهبون إلى خيار الفرض بما يتعلق ببطاقة الناخب باعتبارها مستمسك، وأن المعاملات الأخرى تتوقف إذا ما المواطن لم يحصل عليها؟ الكلام اللي سمعناه يعني جزء يعني من هاي إجراءات تقوم بها الحكومة، وأعتقد هناك تصريح للحكومة يمكن اعتبار بطاقة الناخب كمستمسك على حال مثلا الجنسية أو البطاقة الموحدة أو اعتمادها في المراجعات، وبالتالي هي البطاقة موجودة، ولكن حقيقة لربما هناك عدم رغبة أو عجز أو عدم اكتراث من قبل بعض المواطنين مراجعة مراكز التسجيل، باعتبار هناك البعض ناقم على الوضع الموجود أو غير مقتنع بالذهاب للانتخابات، لذلك الفرق الجوالية البايومترية هذا ستحمينا من سخونة المشهد السياسي العراقي، يعني ستحمي انتخاباتنا من سخونة التنافس الانتخابي؟ أكيد حقيقة تضمن أن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وتبعد من يقوم بالطعن أو ربما بالحديد، وهذا سباق موجود أكيد، والعملية السياسية الانتخابية فيها خاسر ورابح، أكيد الخاسر لربما يذهب إلى التشكيك والذهاب إلى بالطعن بإجراء انتخابات، ولكن البطاقة البيومترية غير قابلة للاختراق، غير قابلة للتزوير أعتقد، وهذا ما صرحت به المفوضية باعتبار تعتمد عمل إلكتروني، جهاز إلكتروني، وهناك باركود، وهناك عدة إجراءات تقوم بها، وحتى النتائج تظهر في قالوا لنا ب 48 ساعة النتائج الأولية. لا النتائج الأولية حتى الحقيقة في داخل المحطة، هناك في المحطة ممكن أن تكون النتائج مباشرة. وأشكرك أستاذ ستار العتابي عضو مجلس النواب عن التحالف سائرون، كنت ضيفي كريما، السيدة جمال الغلاي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ محسن المسوي عضو مفوضية الانتخابات الأسبق كنت معنا من أربيد، كذلك شكرا جزيلا لك. أستاذ المشاهدين أنتم كذلك أشكركم، وآمل أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة لذلك الوقت، مع ألف سلامة، حياكم الله.